أكبر مشكلة تواجه الإنسان أن يكون بعيداً عن الله، غافلاً عن سر وجوده، عن غاية وجوده، غافلاً عن المهمة التي أنيطت به، عن الرسالة التي ينبغي أن يحملها، أن يكون غافلاً عن الدهر الآخرة، أن يكون غافلاً عن أنه خلق لجنة عرضها السماوات والأرض، وأن هذه الدنيا جيء به إليها كي يدفع ثمن الجنة، فغفل عن الجنة وانغمس في ملذاتها، وعندما جاءه ملك الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت، قال: كلا. أخطر شيء يواجهه الإنسان أن يكتشف الحقيقة بعد فوات الأوان: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. الذي غفل عن الله يتمتع كما تتمتع الأنعام، والنار مثواً له. الغافل عن الله إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. الغافل عن الله كأنهم خشب مسندة. الغافل عن الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إن عرفت سر وجودك صح عملك، وإن صح عملك سلمت وسعدت. والسلامة والسعادة مطلب ثابت لكل إنسان على وجه الأرض. والذي يشقي الإنسان هو الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الآية الدقيقة جداً التي تبين علة وجودك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة كما تعلمون طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. حينما تختار الدنيا تلغي إنسانيتك، حينما تختار الدنيا تلغي المهمة التي أنيطت بك. فلذلك أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك وعلة وجودك، وأن تعرف أنك مخلوق للجنة، عندئذ تسعى إليها. إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. ما من سعادة تغمر قلب الإنسان حينما يدركها كالسعادة التي تغمر قلبه حينما يتوب. والله كأن جبالاً أزيحت عن صدره. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ما دام القلب ينبض، ما دام في بقية بالحياة، لنبادر إلى التوبة. والتوبة رحمة الله. لو جئتني بملء الأرض والسماء خطايا غفرتها لك ولا أبالي. والله ينتظرنا، والله يحب التوابين، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. والحمد لله رب العالمين.